أخت أمال مساء الخير. مساء الخير. بنحب إحنا نأخذ ولو فكرة أولية عن أمال محمد أبو سيف من حيفا. ممكن تخرفينا مين هي أمال محمد أبو سيف؟ أمال امرأة مسلمة عربية فلسطينية إسرائيلية اللي بتدرس بكلية اتجاهات ومديرة الكلية الأكاديمية في اتجاهات. اتجاهات هي كيفونيم، برنامج لطلاب أمريكان يهود أمريكان اللي بنحضرهم لقيادة جديدة في الشرق الأوسط، القيادة اللي تجمع شعوب وديانات مختلفة. فهن بدرسوا الديانة الإسلامية والديانة المسيحية واليهودية، وهن بدرسوا اللغة العبرية واللغة العربية. وخلال السنة اللي بيجوا بدرسوا فيها هن بيسافروا كمان على الدول اللي بنحضرهن إلها، منها المغرب، تركيا، إسبانيا، الهند، اليونان. فبدرسوا جميع الحضارات. جميع الطلاب هن في جيل 18 سنة و 19، منه الصف 12 بأمريكا وبيجوا لعنا على كيفونيم على القدس. وعلى هاي البرنامج اللي أنا بمديرته بيحصلوا على 30 نقطة جامعية من جامعة أكسفورد من المركز. مين بيدعمه؟ مين بيدفع عنه؟ المركز اليهودي العبري من أكسفورد. طبعا هدول الطلاب بيجوا من عائلات اللي هي أغنى العائلات اليهودية في أمريكا. أغلبهم بيجوا من اللي أراهن عن إسرائيل إن لازم يكون في دولتين لشعبين. هني يساريين بأفكارهم وبطريقة تفكيرهم، وبيبعتوا أولادهم عشان يتعلموا الواقع اللي موجود بإسرائيل، يعني مش اللي بس يسمعوه عن طريق مش يعني للتطرف، مش متطرفين يعني أبدا. لأن إحنا اللي بنعلمني إياه هني عندن ثلاث مجالات بإسرائيل، يعني العرب في داخل إسرائيل، الفلسطينيين واليهود في إسرائيل. فهن بيلتقوا مع كل هاي المجتمعات. أنا خلال السنة تقريبا بكون في عندن لقاءات مع طلاب عرب بجيلها. قبل 3 سنوات زرنا كمان. كم سنة المشروع؟ المشروع 7 سنين. أنا ومديرته أنت كم سنة؟ 7 سنين. أنا بديت بالمشروع لما كان في فكرة، لما كان بعده فكرة، لما المدير بيتر جيفن من نيويورك التقى معي وحكالي إنه هو أنا كنت بنيويورك. أنا برجع شوي لورا إسا. وأنا درست لغة عربية في مدارس يهودية في حيفا، ولغة عبرية في مدارس عربية في حيفا في سنة 2000-2001 و2002، وعملت لقاءات بين طلابي في المدارس اليهودية مع طلابي بالمدارس العربية. في سنة 2004-2005 توجهوا لي من جمعية صندوق مبادرات إبراهيم. يعني مشروع مدعوم من صندوق مبادرات إبراهيم. مشروع جديد كان اللي هو اللغة كجسر ثقافي بين المجتمعين. فأنا كنت أول معلمة عربية اللي في المشروع. فاليوم 400 مدرسة في البلاد مدرسة يهودية بيدرسوا اللغة العربية. هذا إنجاز كبير، إنجاز للغة العربية كبير للغة العربية في البلاد. لما إحنا يعني بسنة إحنا بنعرف إنه كان في انقطاع عشان بالبلاد بأسباب سياسية طبعا للغة العربية في وزارة المعارف أيضا. فالمشروع هذا إجا عن طريق مبادرة وعن طريق الجمعية. فبسنة 2006 اخترت لكي أمثل هذا المشروع في نيويورك. فكان هناك العديد من الشخصيات المهمة في نيويورك وفي هذا اللقاء.
كذلك عرضوا فيلم وثائقي عن حياتي وعن تدريسي وعن طريقة تعليمي للطلاب العرب والطلاب اليهود في هذا المؤتمر. وكان المدير الحالي لجمعية اتجاهات احدى الشخصيات كمربي كبير في نيويورك للتعليم اليهودي والتعليم للتعايش بين الشعوب، خاصة لأنه هو تلميذ المناضل المعروف مارتن لوثر كينغ، فهو تأسس وكبر وترعرع على حقوق الإنسان. بيتر جيفن اللي هو مديري الآن، هو موجود في نيويورك، وهو بعد هذا اللقاء الذي سمع كيف أدرس وكيف وما هي طريقة تفكيري واتجاهي، بأن يجب عن طريق التعليم ممكن أن نبني عملية السلام، فطلب أن يلتقي معي عن طريق جمعية مبادرات إسرائيل، بالعلم أنه أول زيارة لي لنيويورك، فطلب مني أن ألتقي معه والتقيت معه، فتكلم حدثني بأنه يرغب جدا أن أكون أحد المسؤولين في البرنامج، ولكن البرنامج لا يزال فكرة للمشروع. ففي ذلك الوقت كنت قد حصلت على شهادة الماجستير في تربية الإدارات التعليمية، وفكرت كثيرا هل أريد أن أرافق هؤلاء الطلاب وهذا المشروع، أم أريد أن تستمر طبعا وأنتسب إلى وظيفة أكثر مسؤولية في مجال التربية والتعليم. فقد كان هناك فكرة أن أكون مديرة لإحدى المدارس في حيفا كنت أعلم فيها، ولكن قررت بأن أحاول وأجرب أن أنضم إلى هذا المشروع الجديد وهذه الفكرة. فقررت بأن أذهب وأدرس في القدس وأتعرف عن هذا المجتمع، هذا المجتمع الذي ممكن أن يكون مختلف ورأيه السياسية تكون مختلفة، أو ممكن أن يكون أشد عنف وأشد تأثير على ما يجري هنا من السياسة وكل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فنحن نعلم أن اليهود الأمريكان لهم تأثير واضح جدا في سياسة إسرائيل والصراع اليهودي الفلسطيني، فكنت حذرة جدا كيف أدرسهم، ما هو الهدف من خلال تدريسي، وما هو وما هي الوسيلة التي أريد أن أوصلها لهؤلاء الشباب الذين سوف يكونون الرؤساء أو القادة في بعد 20 سنة في إسرائيل محتمل جدا. المشروع اللي هو مشروع اتجاهات من مين مدعوم؟ المشروع مدعوم من الأهالي اليهود الأمريكان، وكمان من شخصيات من مجال السياسي كمان، ومن يعني متبرعين يهود أمريكان اللي هدفهم إنه يكون في تعايش في إسرائيل، فهن بتبرعوا مبالغ كتير كتير كبيرة لهذا المشروع. هذا المشروع كتير يعني كتير 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 بكلف كتير. الكلية موجودة بالقدس، ليه بالذات بالقدس؟ يعني في هدف من هاي
من المكان يعني من وين موجود؟ أكيد الثلاث ديانات السماوية بتتجمع في القدس. أيوة. وإحنا فكرنا كتير وين لازم تكون الكلية موجودة. فكان حيفا، تل أبيب والقدس. فتل أبيب كانت أول احتمال اللي إحنا زحنا على جنب مشان الموقع، والحيفا كانت هي ما يعني ما زالت مدينة التعايش، مدينة الثقافات، مدينة الديانات، ولكن القدس هي الرمز، هي الرمز والمدينة المقدسة لجميع الديانات. فقررنا انه لان الصراع الاسرائيلي الفلسطيني كمان هو يتمحور بالقدس، فحسينا انه كتير مهم ان يتواجدوا بالقدس عشان يقدروا يعيشوا كل الصراعات اللي موجوده يوميا. فهني بيشوفوا اليهود المتدينين، المسلمين المتدينين، المسيحيين المتدينين يوميا، هن بيلتقوا مع كل هاي الناس. فهيك انت بتحفز الطالب على التفكير اكثر لعمق، كل هاي الامور متعلقه بحياته اليوميه اللي هو بيشاهدها يوميا. فإذا أنت بتبعده عن كل هاي الحياة اليومية والمحفزات هاي، فهو ممكن يفكر بشغلات تانية. كم سنة الطالب بيتعلم؟ الطالب اللي بيجي عندنا بيدرس سنة واحدة. هذول الطلاب بيكونوا صاروا وبيباتوا في المدرسة الداخلية كمان ولا بيباتوا احنا موجودين ببيت شموئل اللي هو عبارة عن فندق وكمان عندنا كمان مؤتمر لصفوف ودراسات. فهذول الطلاب بيكونوا صاروا مسجلين لأعلى جامعات بأمريكا، مثل جامعة كولومبيا، جامعة هارفارد، جامعات كتير كتير، كورنيل. فالطلاب اللي وصلوا لعنا على الدرجة أذكياء يعني، وطريقة تفكيرهم يعني، طريقة كتابة البحث العلمي بطريقة كتير كتير تختلف جدا عن طلابنا. يعني هن بمستوى طلاب عندهم كمان معلومات واسعة جدا، ولكن بالموضوع العربي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعني ما عندناش اي فكره. ما في من الطلاب اللي ما بعرفوش انه في عرب بقلب اسرائيل. فهن كبروا وترعرعوا على انه دوله اسرائيل هي دوله صهيونيه، دوله لليهود. فلما بيجوا لهون وبيشوفوا كل هاي الاشياء فبيبتوا تساؤلاتهم، بس هذا الشعب وين لازم وين هاد رايح هذا الشعب؟ وين حقوقه؟ بيجوا بيسألوني أمان شو حقوق هذا الشعب؟ ليش ما حدا بيحكي عن العرب اللي بإسرائيل؟ ليش ما حدا بيحكي عن يعني ممكن نسمع عن الفلسطينيين بس العرب هدول مين هن؟ الفلسطينيين داخل البلاد، البقية الباقي اللي ضلوا في البلاد. ما حدا بيسمع عنهم بيقولوا لي يعني بأمريكا كلها ما حدا، إحنا نعرف الصراع بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين. أنت جبتي سيرة أمريكا، أنت دعيتي لمؤتمر في نيويورك بمناسبة يوم الثامن من آذار يوم المرأة العالمي. هناك طرحتي يمكن قضية المرأة العربية أو موضوع معين اللي أنت حضرت فيه، شو هو الموضوع اللي طرحتيه في هيئة الأمم؟ الموضوع اللي طرحته بهيئة الأمم هو تمكين المرأة العربية. فاليوم إحنا في القرن 21، ولكن للأسف الشديد المرأة العربية بتعاني من كتير مشاكل، وأصعب المشاكل اللي بتعاني فيها المرأة العربية في داخل البلاد هي العنف والقتل على شرف العائلة، العنف الجسدي طبعا. فانتهزت هاي الفرصة، أنا بدرس في جامعة بئر السبع، بحضر للدكتوراه. رسالتي هي العنف السياسي وتأثير العنف السياسي على المجتمعين الفلسطيني والمجتمع الإسرائيلي. فإحنا عايشين في ظروف يومية في العنف، إذا كان هذا العنف سياسي أو إذا كان عنف جسدي أو إذا كان عنف كلامي. فكل حياتنا هنا فيها كثير من الاستفزازات وكثير من العوامل اللي بتأثر أكثر إشي على المرأة وعلى الطفل. فانتهزت هاي الفرصة وسافرت، كنت بالأمم بنيويورك وفي الأمم المتحدة في يوم شاركت باحتفالات، هي احتفالات ومش احتفالات طبعا، احتفال يوم المرأة، ذكرى يوم المرأة العالمي بالثامن من آذار. وكان العنوان الرئيسي
للجنة النساء في الأمم المتحدة هو العنف ضد المرأة. فهم فهني عم كل السنة عم حطوا العنوان هو العنف ضد المرأة في كل العالم. فكان نساء من جميع أنحاء العالم يتخصصوا في هذا الموضوع. فدعوهن على نيويورك. وأنا أعطيت المحاضرة باسم النساء العربيات طبعاً في البلاد، ولكن المرأة العربية هي المرأة العربية في كل الشرق الأوسط بتواجه نفس المشاكل نفس الظروف، إن كانت في فلسطين ولا بإسرائيل ولا بالمغرب ولا بالسعودية أو بالعراق. فأنا انتهزت إنه إحنا موجودين بالبلاد، فإسرائيل هي دولة ديمقراطية ومع كل الظروف ودولة ديمقراطية ما زالت الإمرأة بتعاني من التمييز والعنف الجسدي والكلامي والسياسي. فهذا موضوع اللي حكيت عنه. كيف كان تجاوب الوفود اللي كانت هناك من الموضوع اللي طرحتيه انت؟ كيف كانت الموضوع اللي انا طرحته كان صعب انه يسمعوه، لانه احنا كل يوم بنسمع كمان بالمجتمع اليهودي وكمان بالمجتمع العربي عن قتل النساء. يعني من اول السنه لليوم يمكن صار في 6 حالات قتل نساء في اسرائيل في البلاد في اسرائيل. ودوله اسرائيل ختمت على قرار الامم المتحده 1325 اللي هو يجب على الدوله انه تحافظ على امن وسلامه النساء وسلامه النساء والاطفال في الدوله. ولكن احنا عم نشوف انه هذا العنف عم بيزيد وبيزيد وبيزيد. السؤال هو وين المشكله؟ وين المشكله؟ هل المجتمع هو السبب؟ هل الاوضاع الاقتصاديه هي السبب؟ هل الوضع السياسي هو السبب ضد العرب في البلاد كاقليه؟ او هل الديانه هي الديانات هي السبب؟ فأنا اللي طرحته إنه طرحت الموضوع إنه الثلاث الأسباب اللي ذكرتها، السبب السياسي والسبب الاجتماعي وأيضا السبب الديني، هن الأسباب اللي لازم تساعد المرأة إنه تقدر تتطور، إنه تتمكن من إنه تأخذ مسؤولية على حياتها وعلى حياة أطفالها وتعطيها الفرصة إنه تثبت جدارتها بكل احترام وتدعم المجتمع اللي هو مجتمعنا العربي وتربي أولادها على المساواة وعلى الحقوق. وانت تتوقع تنهي الدكتوراه انت يعني؟ باذن الله الدكتوراه رح انهيها السنه الجاي. مين مرشدك؟ مرشد كمان للماجستير اللي عملته بالعلم الاجتماعي اللي هو البروفيسور عليان جريناوي من مدينه رهط. فهو رافقني خلال عده سنوات. أول بحث إلي كان للماجستير عن العنف الجسدي والكلامي ضد الفتيات في المجتمع البدوي. وفي عدة أنواع من العنف بحب وأرجع يعني أذكر إشي من المجالات. فهناك العنف السياسي للمرأة بالبلاد وبتواجهه، في العنف الجسدي، في العنف الجنسي، وفي العنف الكلامي. وللأسف الشديد إنه مجتمعنا بميزش بأنواع العنف، ونساءنا بالأخص وأمهاتنا وكل البنات ما بنتبهوش إنه هاي في أنواع من العنف واللي هي أكتر إشي بتأثر على النساء وعلى الأطفال. بالمجال هذا بطريقتي ومن خلال دراستي طبعا بحاول انه ازيد من توعية النساء
ومن توعية المجتمع نساء ورجال لأنواع العنف اللي إحنا عايشين فيها. فإحنا بطلنا نميز إنه فيها الأدى فيها الأدى أنواع من العنف اللي بتأثر كمان على الرجل وبتأثر كمان على المرأة. زوجك يعني يشجعك في هذا الاتجاه في دراستك ونتيجة كل الدعم إنك تقومي في هاي المهام كلها؟ أنا من زوجي صار لي 22 سنة ورفيقي بالحياة وشريكي للحياة ورفيقي بكل رسالة الدكتوراه هو زوجي أحمد أبو سيف. فعنا ثلاث بنات الله يحميهن والكبيرة بدها تتخرج من كلية الحقوق. وطبعا زوجي هو اللي دعمني بكل خطوة وخطوة. وأنا يا ريت يعني يكون قد ما أكثر رجال اللي يدعموا نساء على التعليم، لأنه إحنا عم نثقف مجتمع، لأنه عادة الرجل العربي بخاف إنه المرأة تتعلم لأنه بفكر إنه هو عم بعطيها سلاح ضده. ولكن هذا الرجل اللي ما عندهش ثقة بنفسه، فإذا كان الرجل عنده ثقة بنفسه لازم يساعد المرأة، خاصة المرأة العربية هون بالبلاد، إنها تكمل دراستها. زي ما بتعرفوا إنه آخر إحصائيات كانت 86% من الفتيات اللي بتتجوز بجيل 17-18 هن عربيات في البلاد. إحنا 20% كلياتنا بالمجتمع الإسرائيلي. فتوقعوا قديش ال 86% النساء هن 51% من المجتمع العربي بإسرائيل. فقديش إحنا قديش نسبتنا. فأغلب النساء عنا بتتجوز لكتير أسباب جيل مبكر. فإذا هو الرجل شريك حياتها بدوش يدعمها على إنها تكمل دراستها وتحصل على الموقع تاعها من ناحية مركزها من ناحية اجتماعية لنقوي مجتمعنا، فمش ممكن يعني يكون في عنا مجتمع قوي ومجتمع متمكن من انه يحافظ على عاداته وتقاليده ويناضل من اجل لغته ومن اجل مجتمعه في هاي البلاد. احنا بحاجه لقد ما اكثر نساء اللي تظهر في المجتمع بالبلاد هاي بين اليهود وبين كل الثقافات والمتعددة بهاي البلاد. احنا بنعرف انه بلادنا هي مولتي كالتشر، يعني فيها كتير ثقافات واجتماعيات. فالمرأة العربية لازم صوتها يطلع لفوق لليوم، مع انه بدولة احنا بدولة ديمقراطية والنساء اليهوديات من اعلى نسب في الكنيسة، بمثل من اعلى الدول عامة في العالم في كأعضاء كنيسة. إحنا اليوم فش عنا غير عضوة كنيسة واحدة اللي هي حنين زوبي. وكمان مرة بعود وبرجع وبحكي إنه النساء في البلاد هن 51% من 20% اللي موجودين. فبهذا بأرجي إنه يعني أنت مع إنه المرأة تخوض المجال السياسي، يعني كان محلي بالمجالس المحلية وكان في البرلمان 100%، لأنه إحنا نصف المجتمع. ممكن هاي أنت كلمة أخيرة توجيهها للنساء، يعني كلمة أخيرة. كل مرأة وكل كل امرأة تقدر تمثل مجتمعها وشعبها وترفع رأسه كمان وتناضل لحريته ولحقوقه في البلاد. فأي مرأة بتحس انه عندها الامكانية انه ترفع صوتها، حتى لو ببيتها، حتى لو بحارتها، حتى لو بحيها، في اي مكان ارفعي صوتك وناضلي لحقوقك ولحقوق مجتمعك كله، لانه احنا نصف المجتمع واحنا لازم نناضل على اساس ناخذ حقوقنا وكل حقوقنا اللي بدولة ديمقراطية ككوننا اقلية. شكرا. يعطيك العافية.